نجيب العربة مولود في 54 في ناحية قوسبات. تغربت صغير بعد في الغربة تعلمت الطيران، الطيار تاع الطيارات، بعد دخلت في الهليكوبتر. ومن جهة قبل الطيران كنت نكتب بالقصص، قصص السيناريو، درت أفلام اللي هنا مع الإذاعة الجزائرية. من بعد روحت، كي روحت لهيت وليت دخلت شويه في الميدان تاع الطيران. السلام عليكم. صباح الخير. واش راكم؟ سلام بركه. سلام سلام سلام. لاباس؟ لاباس. زين جولي. كيف الكتابه؟ الكتابه جديد جديد تسمى الكتابه، كنت كتيب قديم في الكتابه تاع السيناريو والافلام. بصح باش نكتب كيش نقولوا كتاب رومو جديده هذه. طيارة صفراء باسكو الكشافة ديجا كانت صفراء. الطيارات اللي داروا كوارث في الجزائر كلهم صفورة. الكتاب هذا ما كانش عندي فكرة باش ندير الكتاب، ما كانش كاع. أولها كان سيناريو، كتبت سيناريو مدة عامين وأنا نبحث هكذا حتى لقيت كيش يقولوا جي راسومبلي با مال دو في ديفير ريال كو جو راكون دون مون فيلم. ومن بعد لقيت كيش يقول قصه خياليه ما بين نجيب والكابيتان ميتشو تاع الكازيرما، اللي راح يعلمني طيران ويعلمني القراءه ويعلمني مع صاحبه شاف ميكانيسي يعلمني لا ميكانيك وكلش. اللي طبعني كيش يقولوا لي دفعني باش نكتب هذه القصه هذه. والتيتر الوازو جون، عندي بنتي صغيره من بعيد شافت الصوره هذه صفراء، دخلت قال كيس كي ديبو الوازو، عمبات لها عصفور. انا تمت بصفر قلت الوازو جون، كنت نحوس على de passer maintenant du livre le film. Le film, inshallah, ya Rabbi, il sera un film grand écran qui va être projeté un peu dans le monde, c'est mes souhaits. Tarahouman, je répète, Tarahouman, les shuhada'ina.